19 سنة بالتمام والكمال مرت على رحيله. 19 سنة مرت على اللحظات الأخيرة اللي لفظ فيها أنفاسه الأخيرة، لكن ذكراه واسمه ومكانته ظلت باقية في قلوبنا. ابن النادي الأهلي، رمز من رموز النادي الأهلي، ابن الحوامدية كابتن ثابت البطل رحمه الله، واحد الحقيقة من الناس اللي ما بيختلفش عليها اتنين. والقصة مش بس قصة إنجازات وبطولات، مش قصة كتابة تاريخ سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر، كان ليه فيها دور كبير، لكن القصة عند اللي عاشوا معاه وعصروه كلاعب وككابتن للنادي الأهلي ومنتخب مصر وكمدير لمدير كرة في النادي الأهلي، ولاعيبة اشتغلت معاه ومديرين فنيين وأجهزة فنية اشتغلت وتعاملت معاه، ولاد جيله اللي لعبوا معاه. مفيش مرة يعني أنا ما اتشرفتش بمقابلة ثابت البطل، لكن حبيته زي كل جماهير النادي الأهلي. وحب الجمهور مش مرتبط بالإنجازات، يعني بنحب طبعا، مفيش لاعب في النادي الأهلي أساسا ما لبس تيشرت نادي الأهلي وما حققش إنجازات، كلهم أبطال. لكن القصة عند الجمهور مش بتتقاس دايما، أو حب الجماهير مش بس بيتقاس بالألقاب والبطولات والنجاحات، بيبقى إحساس كده من القلب للقلب. الراجل ده أخلص قد إيه، انتمى للنادي الأهلي، حبه وعشقه للنادي الأهلي كان بيترجم إزاي. ولما تجيب اسم ثابت البطل في أي قعدة موجود فيها حد تعامل معاه أو كان صاحبه في الملعب أو كان اشتغل معاه في النادي الأهلي، تلاقي القصص والحكايات بتنهال عن واحد من أهم الأسماء يمكن اللي جت في تاريخ النادي الأهلي كله الحقيقة. قصص عن المواقف، عن الشهامة، عن الرجولة، عن الثبات في الموقف، عن الحب والتضحية والانتماء بكل ما تعنيه الكلمات دي من معاني لصالح اسم وكيان النادي الأهلي. 19 سنة النهاردة 14 فبراير، 19 سنة على رمز من رموز البطولة والثبات في القلعة الحمراء، ثابت البطل. جدع ثابت زي البطل، سوينا يطلع ثابت البطير، ثابت يطلعها بره. ثابت زي البطل.